والسلام عليكم ورحمة الله ومرحبا فيكم في حلقة سيتي سكايلاين المدن الخضراء. وعدتكم أنا بنسوي مترو الحلقة الماضية لو تذكرون، والله في جاربج بيلد اب يعني أنا عارف، لكن مسوي مسارات. الحين عندي مشكلة زحمة بين المدينتين، ومشكلة الزحمة الأساسية هي شو؟ إن أنا ما عندي منافذ فعلية، ما عندي منافذ فعلية لوين؟ بين المدن. سوي لي منفذ، ها ما بياخذ وقت الحين، تي خلال دقيقة بكون مسوي لي منفذ كلها، يمكن منفذ واحد زيادة ما أعرف، بس أبى زحمة تتوزع، ما أبى كل واحد يجي الهاي واي. أصلاً خفت الزحمة من حطيت هذا، أوه خفت الزحمة، ما في حد، يمكن ويك جديد بدأ أظني. المينا مشروع ناجح ترى، بس الحين نبغى مترو. مترو وين بيكون المترو؟ نفكر أحط المترو، مش أفكر بحطيه عند الخطر. ليش عند الخطر؟ ترى المترو على فكره ما بيستهلك مساحه الا الراس بس، على فكره بس المعلومه. بنسوي نفق بينه وبين منو، بس نفق لازم يكون انزل عن نفق اظني، زين، لان لأنه بيتصادمون الطريقة هاي. فالحين أنا شو سوي؟ أنزل نفق تحت مستوى نفق ثاني، هذا الخطة الفعلية يعني، وهذا اللي يستوي حاليا. بس تحت الأرض مرة مؤشر؟ لا ما رم، كان حلو لأن رم تحت الأرض. مزيد وبنسوي هكا، موضوع بسيط الصراحة، بس شو نبغى نسوي؟ المترو بين ميناء وسويحان ويرجع مرة ثانية ميناء، أكثر من استو يعني، حتى اللي بيجي من سويحان للميناء بيكون عنده مجال إنه يتوقف هنا. وبنحط لهم هني شو اللي هو تاكسي ستاند، نحن نبغى تاكسي هكام، تاكسي ثاني أكثر عن موجود. بنحط لهم تاكسي هني، بنحط لهم حق الليون. كنت افكر كم دكان، لكن لا ما يحتاج، باركات اللي هنا اصلا فاضيه، وفي باركنات عند الاخطار، في كل شيء، بس في زحمه ترى، شوفوه 93، في حد منهم يمشي، في حد جيب، زين هاي اللي يشلون اهلهم، هذا في ناس والله ترى يتمشون لين اخر الدنيا على فكره، ما عندهم مشاكل تمشين. احنا نمشي 10 متر نضيع الصراحه، احنا نمشي 10 متر عشر متر كيف بعد، 10 متر صلحوا لي متابعين. بعد في النهار تستوي زحمة، لازم خلاص وقت الذروة هي تعتبر، بس مش الزحمة اللي تذبح يعني. تصميمنا للمدينة وايد أفضل من تصميم القديمة، حتى هذا الشكل هذا أنا أشوف الطيارة ترى مساعد على الزحمة، وايد مسوي لي سبورت حق الزحمة اللي موجودة، لأن إحنا قضينا وقت ترى نعدل المينا وايد. الحين بنشتري هذه، وبنشتري هذه المنطقة، وبنشتري هذه المنطقة، خلاص الحين هذا كل اللي نقدر نشتري حاليا، هذا كل اللي نقدر نشتري حاليا. أظني نقدر نشتري ماكسيموم 25 قطعة حسب الأنلوك، أظني مفروض تقريبا، بس ما يكتب لي هني، بس ما أظني نقدر نشتري 25 قطعة كاملة، أظني هاي حدودنا ترى، ما فاتح المد، يمكن افتحها بعدين بشوف، لكن الحين ما افتح. هاي بنبدا في المنطقه السياحيه. الحين اللي ابى اسويه احول المطار، ونسوي مطار دولي، ونسوي منطقه سياحيه في المكان هذا، يعني يكون عندنا هالفراغات كلها راح تمتلي على فكره. يعني ترى مشروع مدينه ضخم، مش مشروع صغير على فكره ترى، فتتوقعون المدينه هاي بلها وايد فاين ديتيلينج، لكن انا بعدنا قاعد اشتغل على المترو، فما بستعجل في المواضيع كلها هاي. محتاجين محلات تجاريه، محلات تجاريه بنحطي، بس انا مش عايب اني سالفه المترو احسه مش كفايه، لو اني حطيت المترو بالشكل هذا. في زحمه خطرت ترى على فكره على الكارغو، وافتكينا من النويز، لان عند المنطقه شو صناعيه اصلا بكل الاحوال. هكذا نجح مشروع.
كشكل المدينة صراحة طلع شكلها جميل. تعال ما كان متوصل في الشارع. حط لهم باركنات سوي فيهم خير. انت ليش زعلان؟ اباندون ناتنا فوركرز ادوكيشن ليفل 2 لو توي تذكرت الموضوع. كنت ناسلنا احطي على شارع داخلي هني ونحطي مدارس. محتاجين مجموعة مدارس، محتاجين مجموعة مدارس الحين. بغطي مجموعة مناطق. اوكي هاي اللي بيغطي لنا كم طالب؟ elementary school يغطينا الواحد فيهم 300-900 طالب. بنحط بعد مدرسة فنية. المدرسة الفنية هاي بتوفر حق منو؟ بيسوي لنا التعليم حق أهل الصناعية. بنعلم أهل الصناعية أساس يسووا لنا شغلات أفضل. بنحتاج هاي سكول. طبعا هاي سكول مداها كبير وتكفي 1000 مش 1000 وشي. نبى هاي سكول عادي، وهذا كم يكفي؟ 800 طالب. يعني بحتاج مدرستين فنيات، ناس فنيين عندنا شوي في المدينة. نزل هني وبنحتاج ثانوية واحدة اللي ما بتكون فل. هاي ما بتكون أبدا فل. انسى زمان أنه يكون فل. هني بنحط المدرسة هني، ونبى جامعة واحدة. نحن الجامعة ترى أكثر من ما نحتاج، لكن المشكلة هو بيست المنطقة. أنا ما أبغى واحد يسافر من منطقة لمنطقة. يعني الحين ياه بياخذ مترو مهني لين يوصل للجامعة المدينة ثانية. تراها مسافة خيالية ترى، يعني مش مسافة بسيطة على فكرة. زين الحين المدارس والمترو محتاجين شوية خدمات. garbage filter زين بنحطي لكم. يستعملوا كل سياراتهم؟ لا. يستعملوا كل سياراتهم؟ لا. هاي شو أسوي فيهم؟ هاي الخبر وين أنتم؟ أذبحهم؟ ذبحهم من هاي التجميع. نويز بلوشن ما بغيت احطيه هنا صراحه، شيء صناعي، لكن خل هذا اساس يطلع من هنا الى المناطق هاي. كان ممكن احول هذا الصراحه بالصدق، كان استراتيجي اكثر، لكن ما حولت. انزل المدارس. بحطي عند المدارس حدائق جابانيز تيم. بسويها المدارس اللي في المنطقة هاي. مشكلة هاي كلها مو بيكون سيدة على فكرة. حط حديقة شوي أبعد عن مستوى المدرسة بس إنه يكون قريب. وهاي عندها حدائق المدرسة هذي. هاي مدرسة ثانوية بنحطها عندها حديقة. في أن هاي المنطقة محتاجة حدائق. أنا آسف لكن رضاء الجميع غاية لا تدرك. حط لنا حديقة عند هالمدرسة. مشكلة أرمي حركة بعدين. مشكلة لا عادي تحرك. مشكلة هني هذا ياخذ مساحة ترى كبيرة، هي مخطوفة نص المدينة على فكرة. ممكن نحول هذا كله بكبره البرع ترى، لكن لا ما تسوى الصراحة. محتاجين هايوي. حتى هذا المنفذ يوم سويناه صراحة حللنا مشاكل كبيرة ترى، خاصة ان المناطق هاي بعيدة. خلينا نسمي هاي المناطق من ليوة، وهاي بسميها شو اسميها؟ هاي بعيدة اخر الدنيا عن العالم، بس لمجرد الاسم بسميها اخذ اسم. فكروا معي شو اسميها. عندنا ليوة، عندنا سبيحان. خلينا نسميها تصدقون مش عارف شو اسميها. انا ممكن احط لها اسم ثاني ولا فنان ولا غيره، لكن حاليا ما يخطر في بالي احط لها اسم. فبحط لها اسم مزيرعة. مزي بالعربي سوري، ز
زير عفا رقم ثلاثة بعدها هاي مزيرة. الحين اللي بنسويه عندهم نسبة وفيات عالية ليش؟ خلنا نشوف الديد سيرفس هني لحظة. في ديد سيرفس قوي هني ترى على فكرة. خلنا نحط عربة هني. تي. هذا المجمع الأساسي كان الاختارات في وقت من الأوقات. حطيناه كان مشروع حلو. حق توزيع من الممر الرئيسي لجميع القطارات. في محطات تي داخلية محطات خارجية. تشوفوا 1000 شخص في الأسبوع هني حق دوامات حق غيره حق سفر حق عدة أسباب. يعني مش سبب ولا اثنين. الحين بمد مطار. ما أعرف أتشاور أشيل المطار لكن خطتي الحين مش إني أشيل المطار. خطتي أخلص خدمات المينا خلاص يعني. المينا اسكر خدماته. نزل خلينا نرجع مره ثانيه للمترو. المترو محتاج عنده مناطق. نزل المترو والقطار وحط عندهم دكاكين ومن داخل ناس دوامات تكون قريبه حطي بيوت. لكن في نفس الوقت بحتاج الى انا هني مش عارف. لحظه عندي مكان فاضي سوري. سوي لنا ممشى من هني. لا هني بعد ما بيركب الممشى. ما بيمشي عدل. لا ما بيمشي الممشى عدل. لكن مفروض انه يمشي يعني. مشي الممشى هني. ترى هني مكان فاضي مش عايب النين. حط شير عند المترو. هو المشكلة في اللعبة هني في وايد اوبشنات الواحد. مرات الواحد يتشاور يغير يسوي يضبط. مرات الواحد يحط خطة ويرد يغيرها. ترى هذا موضوع ثاني. انا اتمنى لو شير هني كان في نويز ريدكشن. انا اذكر كنا في سم سيتي كان عندنا النويز ريدكشن ترى في الشجر. هذا اللي انا اذكره. اللي اذكره كان عندنا النويز ريدكشن. حتى شوي حصة. كيف الزحمة على المترو؟ لا والله مسوي لنا شغل المترو صراحة. بس بعدين أحس شو مشكلته بعيد عن المدينة. والناس اللي بتنزلها لازم تنزلها الصوب بعدهم. لازم تنزلون الناس هني. عند محطة الباصات هاي أساس إنهم يسيرون المينا. يبالي أنزل كروس ووك. أنا ما عندي كروس ووك هني ترى. لازم يكون في كروس ووك. اللي هو خطوط مشاة. لا ما بفجر شيء. شكرا شكرا ما بفجر شيء. جزاكم الله الف خير. خطوط ممشى على اساس الناس تخطف من مكان لمكان. لان في هالحاله يا زحمه يا زحمه. لحظه لحظه لازم المترو نحط له مكان حقه بروحه. مترو بيكون ساير بالطريقه هاي في نص المدينه. يكون قريب المول بعد ترى على فكره. وقريب المواني حق اللي بيداوم هني. اتصور المترو مفروض يكون اسرع من الباص نفسه ترى على فكره. تاكسي ستاند حلو. الباص عند التاكسي يعني في تاكسي مع زحمه التاكسي نسوي زحمه باص. اظن بيدعمون لين يقولون بس على فكره. بيدعمون لين يقولون امين. لكن شوفوا الزحمه اللي هني. والله جميل المترو ترى. شيء جميل يعني. يوفر تعب مش طبيعي. انا احس انه يوفر تعب مش طبيعي. ممكن نسوي عنده بعض امور ثانيه. مثلا
لأنه ما في حد يقع هني. وأنت نازل من المترو حطي لك حديقة تكون من، بس مش كلنا في الحديقة، لا نحطي هاي مثلاً، شوفوا حديقة بسيطة صغيرة حق الصغارية، ينزلون بيوتهم ولا غيره، معنا محلات المفروض ما يكون ولا صغيرة هاي، بس عاد الناس بتمشي من هني يعني داخل، ما ظني عندهم مشكلة إنها يتمشون، عندهم مشكلة يتمشون، ما كانوا مش المسافات هاي كلها الخرافية اللي موجودة عندنا ترى. انزين محتاجين مناطق سكانية تقريبا، انا وصلت حدي في المناطق السكانية، بس شو بسوي؟ ابى افصل بين المناطق الصناعية والسكنية دكاكين، اوكي، ونحط دوامات عندهم هني، بنحط مكاتب وهني مكاتب، ترى المكاتب تعتبر صناعية بعد في نفس الوقت، يعني ما بخسران شيء. مكاتب مثل ما تقولون حماية دبل على منو؟ على مناطق سكنية من تلوث البيئة. نرش المكان مناطق سكنية. كبرت المدينة على فكرة، وصلنا 74,000 شخص يعني اللي هو مش شوي. أظن إن قصرنا إحنا ولا زدنا، كان 67، استغفر الله، مش تحسبت للحظة كان 76، الحين ذكرت أنه كان 67. نزيد كم ألف شخص، لكن نزيده مع خدمات، مع كل شيء، كل شيء يرتفع في نفس الوقت. أنا ما أبغى ديزاستر طبعًا. إنزين نبغى نشوف كهرباء، كيف وضعها؟ كهرباء وضعها ممتاز، الماء وضعها ممتاز، إديكيشن نص نص، الإليمنتري بس في ناس غير متعلمة، نحن محتاجينها على فكرة. الكوميرشال مش مستانسين، هاي الشيء اللي أنا مش عاجبني. الصحة ترى ممتازة، ريزندنت ليفنج اوكي، عندنا ليفل سمحن ممتاز الليفل، يعني شوفوا لا استغامق اكثر شيء، متطورين كوميرشال، لان في اسمه البلوشن، بس عندنا صناعيه، بس محتاجين صناعيه ترى على فكره، يعني النويز مكان مش طبيعي، مش طبيعي النويز مالي كبير، بس ترى في شوارع تسوي نويز، كل شيء يسوي نويز، كل شيء ترى في اللعبه يسوي نويز، سيارات تسوي نويز، وايد امور تسوي نويز. الجرائم بشكل عام ما عندي مشكله معها، انا هني الا عندي هني مشكله، لا ما عندي مزرعه بعد ما فيها مشكله، هاي لازم نسميها شيء، هاي ما يستوي خليها على نفس الحال. ترى عندنا الفاليو، عندنا ما نبغى خلاص، نحن ما بسوي تشجير، عندنا بترول وهذا، بس اذا حصلت منطقه حصه هني يمكن اسوي صناعه حصه، بدل اسوي صناعه حصه وننزل مطار دولي، مطار دولي هني يمكن كان يكون ممتاز. ليش؟ لان اقدر امد المترو ماله كل مكان، وروح احط له قطارات كل مكان، عندي قطارات جاهزه، كل شيء جاهز. مطار دولي بتوقع انه يبلي زحمه، بترول عندي في صناعه، ما نقدر اني بهلي هاي الاور، يعني نقدر اني بفيرتلاند هاي تستوي زراعه، استغفر الله، بس الاور ما نقدر اني بعده، لازم يكون في سجل الواردات عندنا، بيكون في الواردات فتره طويله قبل لا ان نحط شو اسوار. فالاستاتكس انتو لازم تتابعونها، تابعة في العادة بعد الحلقة، لكن قلت شوي نكون شو مع المعلومات اللي انا تابعها، هاي المناطق انا كيف مسوينها، كيف مسوينها، شو نوعها، شو عليها قوانين الى اخره، وانتو سايرين ترين هاي تمانبا هيتنج امور طيبة. هيتنج كونسبشن ما بسوي هيتنج صراحة، عندنا رود مينتننس يكلفنا، ترى رود مينتننس مكلف على فكرة، ترى في وايد امور تقدرون تشوفونها تاني من باب البيانات. والاستاتكس مال اللعبة ترى مفيد، ترى معظم الشغلات اللي نسويها نحنا على الاستاتكس نمشي ونسوي. زين خلينا نسوي صيانة شوارع، هذا ما فيها نويز، صيانة الشوارع توصل كل مكان، شو المشكلة مكان. اوكي فتحنا الانترناشنال ايربورت، ممتاز ممتاز. بعد في شغلات مسكرة عنها، ترى ما سوينا كل شيء، ترى اللعبة ضخمة، نقدر نسوي بلاوي، لكن بعدنا يالسين نمشي في اللعبة ترى. انزين بنحط رود مينتننس هني حق شوارع هاي المدينة اللي هي بتوصل لوين، صبر خليه يكتمل اشتغل، اوكي وصل لين هني تقريبا، حلو. وبنحط قريب الصناعية هاي وين، بعد رود مينتنس ثاني، صيانة شوارع ثانية.
ترى صيانة الشوارع بعد شوي مكلفة ترى، مش بالرخص اللي تتصورونه يعني، بيكلفنا شوي. لكن محتاجين الشوارع تتم على شو؟ على حالة جيدة الشوارع تتم. هني في عندنا أماكن فاضية نقدر ترى نحط رود مينتنس في الوسط، بيطلعونها للرود مينتنس، يسوون رود مينتنس حق الكل، حق المناطق كلها تقريبا. هني ما بيوصل له، ف بس حرام احط بس حق المنطقة رود مينتنس. بشوف كيف وضع رود مينتنس، لكن نزل الانكم ترى كله 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 ترى بتكلفة. اوكي مينتنس تراكس نيوز حلو، خلنا نسوي صيانة حق الشوارع بدل ما الشوارع تتكسر. انا اتصور رود مينتنس، خلنا نقرا شو يصير بالضبط رود مينتنس. تشوفوا رود مينتنس از مينتنس فيكل دي ترافل اراوند ذا سيتي تو بوست رودز الاونج تو ترافل ات هاير ذان نورمال سبيد. هاي تخلي الشوارع الناس تمشي في الشارع على سرعة أعلى من اللي نحن نمشي عليها، واللي هو نحن نبال الحين أساس أن نخفف الزحمة. ترى هاي كل الزحمة ترى هاي مصيبة، خاصة أن نستوعب أن السكن عالي، كل شيء عالي، الدنيا عالية. Not enough educated workers، ترى عندي وايد تعليم، أكثر من التعليم اللي أعطيكم اليوم أقدر أعلمكم. ترى انزل حط هني دكاكين، نحط هني صناعية أساس إن احتياج عالي عليهم، مع أن ترى هالمدينة توزيعها أحس أحلى من باقي المدن. على فكرة المطار ولا قاعد يجيب ناس، ترى الحين الناس ترى زحمة. شوفوا الهايوي ترى والمدينة ما كان بالزحمة هاي، الحين وايد ناس طالعة وداخلة عندنا، مستوى عندنا كذا منفذ الهايوي. حتى لو يمكن على هايوي لا أوكي بيكون، ما مسوي أنفاق ولا جسور فوق، ترى ما بعقد الموضوع وايد، ترى خلي يكون في جسور على مستوى جميل فوق، مو مشكلة، مو مشكلة أبدا عندي. ترى أهم شيء عندي أكثر من فضل الهايوي، هني بيكون في زحمة شوي لازم، ما في مشاكل. لازم تشوفون أنت المدينة كيف تمشي أساس المدينة اللي بعدها تكون ناجحة. Abandoned not enough education is too low. إنزين أنا أشوف هاي سكول، مش ذاك الزود، هذا مش ذاك الزود، يونيفرستي مش ذاك الزود. ممكن نحط شغلات ثانية بس مش وقته، وقته بعدين بيكون أحسن. أو ممكن حتى نكبر المنطقة هاي بحد ذاتها عقب، بس أنا بيكون في فاصل بين المدن شوية ترى، لأن هي أصلاً مدينة جداً ضخمة هاي حالياً. ترى تعتبر 75,000 نسمة مو بشوية أبداً في مدينة هاي، لو تحطيهم ترسم ربع طابور ما يخلصون ترى. على فكرة اللي هو أحلى شيء فيها هاي. بعد هني ملوفيات، حطيت سيارة زيادة أنا. waiting transportation، خلنا نحل المشكلة اللي هنا هاي، ترى بتسوي لي أرقى المشكلة عندكم ناس ميتين، خلها هاي اللي يشلونهم. تركس نيو 7 out of 7، بس ليش عندي وايد ناس ميتة وليش عندي مجرمين هنا بزيادة؟ في مكان من هولدنج بوليس كارز نيوز فول، بحط مركز صغير عندهم، مركز صغير بوليس ستيشن هني يسد الحية أساسا، إنه يسد الباقي اللي محتاجينه. محتاجين بعد هالهايل سمتري، شو أخبارها؟ تقريبا فل، تقريبا فل. بنحطي بعد وحدة، لا مفروض هاي تكفي صراحة، مفروض إنها تكفي خلاص. يعني كم بحطي منها؟ ما يصير حط أكثر. هاي بعد استعمال 6 من 7. أوكي أوكي تمشي الحال، تمشي الحال حاليا يعني. لأن أرجع مرة ثانية لموضوع مزارع، بيكون موضوع طويل شكله، بتفاهم وياه، بكبر المكان، بسوي لهم مكان زين يتمشون فيه. بس أبافلكم من تحت، أبدأ شو؟ أبدأ منطقة سياحية. وقت الحلقة اليوم خلص، بس شو تبون؟ نبدأ منطقة سياحية ولا منطقة مطار دولي؟ وانتوا قولوا لي شو تبون، وإن شاء الله بحاول إني أمشي عليه وعلى الواحد أو الثاني، وبدأ يمكن أخرر أسوي بروحي إن شاء الله، أشوف شو بيستوي. لأن استوى عنه مطار دولي، المطار الدولي فكرة ممتازة، بس المطار الدولي يستهلك مساحة ونويز مش طبيعيات، فبيحتاج منطقة بروحه يعني، وغير إنه بيكون جنبه مطار صغير. يمكن الايربورت حتى
بسوي له باث من الدولي بشوف كيف الكونكشن وياهم وبنعرف يعني كيف ترتيبه يعني بشوف كيف ترتيبه ان شاء الله. فاشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه وشكرا على المتابعه، اتمنى منكم لايك سبسكرايب شيران فولو والسلام عليكم.